بس عندي هنا حوالي كوبايه من القرع مسلوقه ومهروسه. ماشي، مسلوقه حلو جدا. كوبايه من القرع، هناخد حوالي 3 كوبايات من الدقيق، على نص كوبايه سمنه روابي، كوبايه من السكر، معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الخميره، معلقه صغيره ومعلقه صغيره، معلقه صغيره خميره باودر ومعلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هي كده دي الخميره طبعا اللي احنا واخدين عليها على طول بنشتغل بيها، وكمان هنحط لها ايه؟ قرفه. طب هنحشيها بايه؟ هنحشيها بسكر وقرفه كمان، خلاص كده العادي بتاعنا خالص يعني، وبيضه. هنيجي هنا ولبن بقى ده للعجن يعني حسب ما ياخد معانا. هاخد هنا 3 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 كوبايات دقيق. راجع مقاديرك معايا وانا بحط الحاجه، معلقه خميره صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، الاثنين ماشي، كوبايه سكر، حطينا ادينا سكر يا ولاد، معلقه قرفه صغيره مليانه عشان تدي ريحه حلوه. هقلب دول الاول كده مع بعض واجيب لهم معايا المقادير على الشاشه، يا ريت نصورها. كوبايه قرع وثلاث كوبايات دقيق ونص كوبايه، يعني ثلاث كوبايات ونص، بس دي هنشوف النص لسه. رشه ملح، ماشي، كوبايه قرع، انا عايزه مش عايزاها، عايزاها من غير اللبن كده، من غير الميه بتاعتها كده، بننزل منها الميه خالص، نصفيها كويس جدا. كوبايه قرع، ادي كده نص كوبايه من سمنه روابي، اخلي بس السمنه تختلط كده بيها شويه. البيضه، بصوا كده، ودلوقتي بنفرد السنبون اهو، عجينته اهي، بنفردها كده اللي انا حاطه فيها القرع، ماشي بالشكل ده. نجيب بقى سكر، قرفه، رشات كده خفيفه، وده عادي جدا، انت ممكن تعملي بقى اي حاجه ليه تانيه، عايزه تعملي صوص شوكولاته، عايزه تعملي صوص كراميل، عايزه تعملي اي حاجه زي ما انت عايزه بقى، اتصرف فيه زي ما انت عايزه. ده بقى هي وهو السينابون يعتبر بالظبط، بس انا زودت له القرع شويه. بص نبدا بقى الفه كده، وطبعا السينابون ده زي العيش الفينو كده بالظبط، لازم يخمر مرتين ويخمر كويس جدا، وفي الساعة اللي احنا فيها دي لازم نسيبه فترة كبيرة، مثلا ساعتين مثلا. نحطه كده واسيبه يخمر بقى، وبعدين ادخله الفرن.